الحقيقة السابعة والعشرون أن عقيدتهم استمدوها من الوثنية، ولذلك يعظمون الكواكب ويعظمون النجوم ويقولون إن علي رضي الله عنه سكن فيها أو سكن في بعضها. الحقيقة الثامنة والعشرون أنهم تأثروا بالمجوس وبالنصرانية، بالمجوس فيما يتعلق بأعيادهم، وكذلك النصارى فيما يتعلق بأعيادهم وبالمغالاة في علي رضي الله عنه، كما غلت النصرانية في عيسى بن مريم عليه السلام.